مضطر ننزل على بيروت لنشتغل كل النهار بس لنقدر نعبي بنزين لنطلع على بيوتنا. أنا بحاجة ل 200 ألف كل يوم بالسيارة، حوالي 200 ألف بالموتور لأنه بتنقل ببيروت على الموتور حتى خفف حاجة. بيوصل أمرار اللي بنشتغلهم ما بيطلعوا حق بنزين، مضطر ننام يا عند رفقاتنا يا عم نضطر ننام بالشركة اللي نحن عم نشتغل فيها أو عم نضطر نشوف حدا نطلع معه. كقطاع عام كان محدد النقل ب 8000 ليرة يوميا، حاليا صار نقل هو 64 ألف ليرة يوميا مع حضور يومي. التكر للدليفري هو كان على الدبس، لما كانت تنكة البنزين 200 ألف كان يحط على الأوردر بنزين 10000 15000 بياخد تبس 30000 يحسن. هلأ لما بده ياخد أوردر من الأشرفية للمدينة الرياضية بده يحط لتر بنزين، لتر البنزين هو كلفته 25000 لياخد تبس 10000 أو 15000، يعني هو عم ياخد التبس يعبي فيهم بنزين. كلفة الفان مثلا من صيدا لبيروت 30000 تنقلات، صارت السيرفيس هي 25-30000 وطلوع، التنقلات من بيروت 15000. بسوفر ما في فان واحد هو ينزلني على بيروت، سو انا كنت اضطر صف السيارة بمطرح قريب واخد فان على بحمدون ومن بحمدون ارجع اكمل على الحزمية. I'm like most of Lebanese people who lost their work due to increase in fuel prices. اكيد انا حكيت مع صاحب الشغل انا وكثير من اصحابي وزادلنا، بس زادلنا اياه يعني الاماونت اوف ماني يلي هو زادها ضلت انها ما عم بتغطي التكلفة الحقيقية للبنزين. اخذت قرار اني انا اوقف شغل لانه صراحة صرت عم حط لايك انه من جيبتي او انه انا بس عم بشتغل صرت كرمال البنزين. سو الافضل لقيته اني ضل بالبيت لحد ما لاقي شغل، على القليلة على القليلة انه انا ما كنت عم ما كون عم حط الترانسبورت من جيبتي.